لا مظبوط دول 13 غير شكرا للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم واسعد بصحبتكم على مدار 40 دقيقه في نهائي دوري المرتبط موسم 23-24. تم حسم اللقب الرابع التوالي والتاسع في مسيره النادي الاهلي قبل قليل عن طريق قياده فريق 18 سنه بقياده الكوتش محمد اشرف توفيق. مبروك للنادي الاهلي، حظ اوفر نادي سموحه اللي يصل لاول مره في تاريخه الى فاينل دوري المرتبط. نبدا على بركه الله تشكيل فريق نادي سموحه. القياده الفنيه للكوتش تامر مصطفى مديرا فنيا، والكوتش مؤمن ابو العينين المدرب المساعد وهو ايضا المدير الفني لفريق 18 سنه. تشكيل الفريق اليوم: احمد ابراهيم فوضى رقم 1، عبد الرحمن سمير رقم 2، يوسف ولاء رقم 3، مهند الصباغ رقم 4، رؤوف صفواني 9، احمد خنكة 10، احمد هشام مضوي 13، ابراهيم خالد 23، راندي كليبر رقم 25، مازن كمال 32، محمد يونس 33، ومازن عزازي رقم 77. اما تشكيل النادي الاهلي اليوم: عمرو زهران رقم 0، عيسى ليونز رقم 2، ايهاب امين 4، عمرو الجندي 5، مروان سرحان 6، مؤمن خيري 9، مصطفى كيجو 10، كريم حاتم 11، احمد مهيب 14، الكابيتانو محمد ابو النصر 23، يوسف المعداوي 35، وعمر طارق البيج او 55. القاده الفنيه للكوتش: السنيور اوجوستي جول بيبوش الاسباني، ومساعداه كابتن احمد الجرحي، كابتن رامي الدياصي. انتهت نتيجه اللقاء الاول الذي اقيم اول امس بنتيجة 83 الأهلي 54 سموحة. كوارتر أول شهد أربع كوارترات شهدت تألق النادي الأهلي، 25-11 كوارتر أول، 44-25 لصالح النادي الأهلي في الكوارتر الثاني، 66-41 كوارتر ثالث، و 83-54 كوارتر رابع. نادي الأهلي تحت 18 سنة في الجيم الأول فاز النادي الاهلي في الثواني الاخيره بفارق 4 نقاط 78-74. اما في المباراه الثانيه فانتهت الكوارتر الاول، طبعا كانت مباراه مثيره جدا، عمل فيها كامباك لفريق النادي الاهلي بعد تاخره ب 12 نقطه. لكن نستعرض مع حضراتكم كده النتائج في احداث الكوارتر الاول: 17-20 لصالح سموحه، 36-33 لصالح النادي الاهلي. دي نتائج الكوارترات في او تحت مباراه تحت 18 سنه. كوارتر ثالث 47-52 لسموحه، واخيرا نهايه المباراه فوز النادي الاهلي 71-62. اللحظات الاخيره ما قبل بدايه الجامبول الاول والاخير، تعليمات السنيور اوجوستي خارج التشكيل اليوم: هو الكابيتانو سيف سمير وعمر عزب طبعا للاصابه، سلامات نتمنى لهم كل الشفاء العاجل. طبعا متواجد ايضا كابتن طارق الغنام المدير الاداري والدكتور وليد الخراط اداريا. واحده من لاعباتنا النهارده تحت 16 سنه زينب باتع قلب الاسد، اصيبت اصابه بالرباط الصليبي، طبعا نتمنى لها كل الشفاء العاجل. زينب باتع واحده من نجوم فريق تحت 16 سنه، كل
يعني السلامات، وان شاء الله تقوم وترجع بألف سلامة زي نهبتها. على بركة الله بداية احداث كوارتر اول في مباراة خلاص يعني بعد الاربعين دقيقة على الرسمي بفوز النادي الاهلي بدوري المرتبط، خلاص تم حسم النتيجة عن طريق شباب 18 سنة زي ما قلت لحضراتكم. لكن انا شايف الستارتنج لاين اب، شايف مروان سرحان والبيك او عمر طارق ابو النصر عيسى وعمرو الجندي، ده الخماسي اللي هيبدا بيه السنيور اوجوستي. خماسي او بدايه احداث كوارتر اول، عمرو زهراء، عمرو الجندي، عيسى ليونز، البيج او عمر طارق، ابو النصر ومروان سرحان، ده الخماسي اللي هيبدا بيه الكوتش والسنيور اوجوستي جول بيبوش. حكام لقاء النهارده كابتن احمد غالب، كابتن عمرو زاهد، كابتن ياسر جمال. ثواني ونبدا احداث اللقاء والكوارتر الاول. في اي ار اس طبعا متواجد النهارده معانا، والنهارده ان شاء الله انتظروا تتويج مراسم التتويج بعد هذا اللقاء. راندي كليبر في بدايه الستارت لاين اب اللي بيبدا بيه كوتش تامر مصطفى. راندي كليبر زي ما حضراتكم شايفين، كابتن ياسر جمال، وايضا محمد يونس رقم 33، ورقم 23 ابراهيم خالد كابتن الفريق، وهنشوف مين متواجد معانا ايضا. الستارتنج لاين اب للنادي الاهلي هو عمرو الجندي، ابو النصر، عمر طارق، عيسى ليونز، ومروان سرحان. اما الستارتنج لاين اب لنادي سموحه، راندي كليبر، ابراهيم خالد رقم 23، رؤوف صفواني رقم 9، ويونس رقم 33، وفي الاخير هنشوف احمد هشام مضوي رقم 32. بدات احداث الكوارتر الاول والحيازه لصالح الاهلي والاهلاويه. عيسى في بدايه احداث الكوارتر الاول في قياده الهجمه، عيسى بالسكرين مع عمرو الجندي لمروان سرحان في البيز لاين. عيسى مره ثانيه ياخذ سكرين عيسى من عمر طارق، عيسى اوبن شوت على 3 بوينت، اولى الثلاثيات، عيسى ليونز ينجح في تسجيل اولى الثلاثيات واولى نقاط احداث الكوارتر الاول ما بين الاهلي وسموحه في نهائي دوري المرتبط. راندي كليبر ياخذ سكرين، سلم لصفواني، صفواني في الدرايف تروح على طول لكن للسيل حاضر من عمرو الجندي لعيسى، عيسى في الون ان وان في الباك بيفوت، الكيك اوت عند الجندي، الجندي على الاوبن شوت، الثري بوينت الثانيه، ثلاث نقاط ثانيه ينجح فيهم النادي الاهلي في التقدم 6 نقاط، ثلاثيه لعيسى وثلاثيه للجندي. اوتسايد لصالح سموح، راندي كليبر هيطلع الاوت. اول دقيقه فاتت من عمره احداث زمن الكوارتر الاول. مازن كمان حاول يعدي من البيز لاين، يطلع الكيك اوت عند ابراهيم خالد في الاوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول عيسى ليونز، عيسى يبدا الهجمه، عيسى يعدي، عيسى يروح برشاقه ومرونه وبسهوله ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي عشان يجعل التقدم 8 نقاط مقابل لا شيء لصالح الاهلي والاهلاويه. راندي كليبر يسلم ليونس، قال على طول ابراهيم خالد يقطع من الميدل يروح ويوصل وينجح في تسجيل اولى نقاط الكوارتر الاول لنادي سموحه. عيسى يقلب الملعب على طول ويسلم لابو النصر، ابو النصر رجع عيسى تاني، سلم ليه مروان سرحان لعيسى، يبدا الهجمه، ابو النصر على الاوبن شوت سلم جيف اند جو كده لكن في الاخير مازن يعترض الكره بقدمه وتطلع اوت سايد، تتجدد معاه زمن الهجمه الى 14 ثانيه مره اخرى. مازن كمان رقم 32 يخرج، ينزل احمد ابراهيم فوده رقم 1 في تغيير لنادي سموحه. من زون ديفنس 2-3 نادي سموحه. الاوت سايد اهلاوي يقلب مان تو مان على طول، مش كانوا جايبين لك تطلع الكرة تخبط كده في ايد رؤوف صفواني وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. 8-2 لصالح النادي الاهلي، 13 سنة متبقية على زمن الهجمة. بسمعك
ابو النصر يطلع الاوت يسلم للبي جوه عمر طارق بالهاند اوف على طول مع الجندي. الجندي في اخر 10 ثواني من زمن الهجمه لا زالت الكره مع الجندي. الجندي البيك اند رول مع عمر طارق. عمر طارق هيلف ويرتكز ويروح ويوصل ودنك عمر طارق ولا اروع ينجح في تسجيل دنك. مفيش اجمل من كده لعمر طارق يجعل النتيجه بفرق الثمان نقاط للصالح الاهلي والاهلاويه. راندي كليبر يقف على الميديم شوت طلع الكيك اوت لفوده. فوده في الاوبن شوت 3 بوينت ينجح في تسجيل ثلاث نقاط لفوده. عيسى ليونز عيسى خمس نقاط مسجلهم حتى هذه اللحظات. دي فان دي جو ما بين ابو النصر ومروان سرحان ينجح مروان سرحان في الحصول على فاول وتو شوتس لصالح النادي الاهلي. كابتن احمد غالب يحتسب الخطا الشخصي على رؤوف صفواني لصالح مروان سرحان. مروان وفري ثرو اول مروان على الفاول شوت الاول لا يسجل. فري ثرو اول غير ناجح لمروان سرحان. فري ثرو تاني ورميه حره تانيه مروان سرحان ينجح في التسجيل يوسع الفارق الى ست نقاط لصالح الاهلي والاهلاويه. راندي كليبر في بدايه الهجمه. راندي مان تو مان النادي الاهلي. سكرين من فوده لراندي ضغط من ابو النصر سلم على طول ليونس. راندي جيف اند جو كده تروح لفوده تنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي سموحه عن طريق فوده والاسيست من راندي كليبر. ابو النصر يضغط عليه في التراب. ابو النصر يقلب على طول ليه عمر طارق. عمر في الوان ان وان عمر في الوان ان وان لسه عمر. السكيب باس الناحيه الثانيه على طول عند الجندي. الجندي في الباك بيفوت والليب من ناحيه الشمال لكن لا يسجل. راندي كليبر على طول في الديفنسيف ريباوند لكن بيتم اعتراضه بخطا شخصي من عمرو الجندي. عمرو الجندي وخطا شخصي. اوتسايد لصالح نادي سموحه. سبع دقائق خمس ثواني متبقيه على نهايه احداث كوارتر اول. راندي كليبر في السكرين مع فوده. راندي لسه محتفظ بالكوره يسلم لصفوان يقلب على طول لفوده. فوده يهوش ويروح من الميدل يوصل وينجح في تسجيل دنك جميل. دنك جميل لفوده ينجح في تسجيله واضافه نقطتين لصالح نادي سموحه. اند وان لصالح فوده او نادي سموحه. لكن الفيك حلو والوصول الى الباسكت حلو. اند وان لاحمد ابراهيم فوده. ده الفرق الى فرق باسكت 11 9 لصالح النادي الاهلي. كابتن عمرو زاهد بيطلب من الخدمات المعاونه للملعب يعني باستعدال كده البورد لان احمد ابراهيم فوده يعني تشبث فيه اطول من لازم شويه. دي بعض الاعداد لاحداث الكوارتر الاول. عيسى واولى النقاط او عيسى الليب اللي دخلوا. وادي دنك ليه عمر طارق. طيب في اثناء توقف كده المباراه لاستعدال البورد طبعا بهني الكابتن او الكوتش محمد اشرف توفيق اللي بدا هذا الموسم بدون هزيمه في بدايه احداث دوري المرتبط. بدا من اول الدور التمهيدي لغايه الدور النهائي او المباراه الفاصله او المباراه النهائيه بدون هزيمه ما شاء الله. فريق لا يعرف المستحيل. فريق استطاع النهارده اللي شاهد المباراه استطاع النهارده العوده من كام باك وصل 10 او 12 بونت فارق لغايه مع فريق سموحه لكن قدر يرجع وعمل مباراه كان نجومها عمر عصام عبد الحميد محمد طارق خيري واحمد فادي هاني طبعا في ياسين عبده في عمر موفق كانوا هايلين يعني بصراحه انا مش عايز انسى اسماء لكن الفريق النهارده كان على اتم الاستعداد للفوز وتقديم مستويات هائله عشان يصل الى او يحسم النهائي لصالح النادي الاهلي. طبعا كل التحيه والتقدير لفريق تحت 18 سنه بقياده الكوتش محمد اشرف توفيق واللي كان معاه النهارده كابتن مودي الجرحي وكابتن كريم
كابتن كريم ضيف ايضا كان متواجد معاه النهارده للمسانده. طبعا كل التحايا والتقدير ليهم، والف مليون مبروك للاهلي والاهلاويه وفريق 18 سنه. اند وان لابراهيم فود. هنعود الى ارض الملعب بعد يعني تعديل كده البورد. عيسى لوينز يعني واضح انهم بيهزروا مع بعض، هو ابراهيم فوده او احمد ابراهيم فوده. اند وان والكابتن احمد غالب اعطى الكره الى احمد فوده. اند وان لفوده لا يسجل. عمرو الجندي في الديفنسيف ريباوند على طول ويسلم لعيسى. عمرو الجندي مره ثانيه يضغط نادي سموحه في ال 1 2 1 1 بريس فول كورت. عيسى يعدي عيسى حلوه قوي، يوصل عيسى ويروح عيسى لكن حظه وحش. عيسى تخبط كده في ايد فوده لللاست تاتش وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. ياسر كابتن ياسر جمال لكن الشكل الجمالي حلو والاوت سايد للنادي الاهلي. راندي كليبر يعمل الستيل لكن ما لحقش اطول من لازم، تروح الكره على طول اوت سايد لصالح الاهلي والاهلاويه. اوت سايد اهلاوي. 6 دقائق 40 ثانيه متبقيه على نهايه احداث كوارتر اول. هيكمل زمن الهجمه. عمرو الجندي لسه معاه الكوره. عمرو الجندي في الدرايف واحد على واحد يسلم مروان سرحان. مروان في البيس داين على الاوبن شوت لا يسجل. على طول ابراهيم خالد في الديفنسيف ريباوند ويسلم لراندي. راندي كليبر. راندي يقلب الملعب لصفواني. صفواني في بدايه الهجمه يبحث عن راندي. راندي يستلم لكن دفاعات قويه من ابو النصر. يعدي راندي من وسط التراب يسلم لصفواني في البيس داين يروح ويوصل وينجح في الحصول على نقطتين وكمان معاهم فاول وخطا شخصي على عمر طارق. التعادل الاول في احداث وعمر الكوارتر الاول. 11 11 تعادل فرقتين. واند وان لرؤوف صفواني. رميه حره اضافيه لرؤوف. 6 دقائق 12 ثانيه متبقيه على نهايه احداث كوارتر اول. رؤوف على الفري ثرو والاند وان ينجح في التسجيل اول تقدم لنادي سموحه. عيسى يسلم الملعب على طول لابو النصر. ابو النصر باونس باس كده وتوصل عيسى مره ثانيه عن طريق مروان سرحان من تومان نادي سموحه. هاند اوف مع عيسى. خد سكرين يقلب مروان سرحان لعيسى مره ثانيه. عيسى في الدرايف 1 ان 1 يروح ويوصل لكن هنا في فاول وخطا شخصي على رؤوف صفواني رقم 9. كابتن ياسر جلال يحتسب الخطا. يحتسب كابتن ياسر جمال يحتسب الخطا الشخصي على رؤوف صفواني. اوت سايد للاهلي. الجندي يستلم لسه الجندي يسلم لابو النصر. ابو النصر كيك اوت لعيسى. عيسى في الدرايف من الميدل يقف ويسلم للجندي. الجندي في الفيد اواي شوت. الجندي على الاوبن شوت لا يسجل. عمر طارق يحاول معاه. حاول معاه فعلا ونجح انه ياخد فاول وخطا شخصي من محمد يونس لاعب نادي سموحه. كابتن احمد غالب 33 يشير الى محمد يونس. وادي الخطا وادي الفاول لصالح عمر طارق. يخرج رؤوف صفواني ينزل مازن العزازي وتو شوتس لاوتسايد عفوا اوتسايد. تكنيكال فاول على الكوتش اوغستي. تكنيكال فاول على الكوتش اوغستي. راندي كليبر 12 11 لصالح سموحه. راندي كليبر ينجح في تسجيل التكنيكال فاول. تعود الكره مره ثانيه للنادي الاهلي في الاوتسايد. نقطتين فرق هو الفارق ما بين سموحه والاهلي 13 11. 5 دقائق 38 سنه متوقعه على نهايه احداث كوارتر اول. عيسى هيطلع الاوت. عيسى يسلم لكن هنا ايه؟ هنا اوفنسيف فاول وخطا شخصي على عمر طارق. اوفنسيف فاول على عمر طارق. اعتقد في كابتن ياسر جمال وكابتن عمرو زاهد. هنشوف دلوقتي هي مراجعه القرار ام استخدام الاي ار اس ام تثبيت. دبل فاول. دبل فاول على يونس
وعمر طارق. دبل فاول زي ما قال او شاور كابتن ياسر جمال، دبل فاول على رقم 33 نشوفه مره ثانيه، او 23 عفوا، ابراهيم خالد. دبل فاول على ابراهيم خالد وعمر طارق. تعود الكره ثانيه مره ثانيه للاهلي. عيسى يستلم، عيسى معاه محمد يونس، مروان سرحان بيقول له مروان وسع، هيلعب في 1-1، يروح يلف ويرتكز على الباك بيفوت، ينجح في تسجيل نقطتين بالفيدوي ولا اروع من عيسى ليونز، يعدي النتيجه الى التعادل 13-13. يبدا الهجمه راندي كليبر، راندي ياخد سكرين من فوده، احمد ابراهيم فوده، راندي كليبر لسه، راندي في الكروس اوفر يسلم لفوده، فوده يعمل الدرايف من الميدل ويسلم تحت الباسكت ليونس، يونس لكن بلوك ولا اروع من عمر طارق، يونس يلم مره ثانيه ويسلم لفوده اللي بينجح في تسجيل ثلاث نقاط في الاوبن شوت، ثلاث نقاط لصالح نادي سموحه يجعل التقدم 16-13. 1-2-1-1 ما زال سموحه يضغط، سلم على طول ابو النصر، مروان سرحان للجندي في البيس داين على الاوبن شوت، الجندي لا يسجل، يحاول معه عمر طارق لكن في الاخير يونس ينجح في الحصول على الديفنسيف ريباوند، وهنا الحيازه ام خطا. هنشوف دلوقتي هل هي سيميليشن، دي اشاره السيميليشن او التمثيل، هنشوف بس مره ثانيه، خلينا مع الحكم دلوقتي، خلينا مع الحكم نشوف اشارته ايه. هنشوف كابتن غالب هيو 55 بوشنج، فاول وخطا شخصي على، خلينا مع الكابتن احمد غالب، 55 بوشنج على عمر طارق، فاول وخطا شخصي على عمر طارق، يخرج عمر طارق وينزل مصطفى كيجو، وفي تغيير تاني خرج مروان سرحان، هنقول لحضراتكم مين اللي خرج اللي نزل مكانه. هل استعانة بالاي ار اس؟ هنشوف. لكن اخر اشارة شفناها من كابتن احمد غالب هي الخطأ الشخصي على عمر طارق رقم 55. رميتين حرتين او تو شوتس لصالح محمد يونس، فري ثرو اول ليونس، ثلاث نقاط فارق لصالح نادي سموحه، 4 دقائق 40 ثانية متبقيه على نهايه احداث كوارتر اول، فري ثرو اول نجح من يونس، نزل يوسف المعداوي وكيجو بدل من عمر طارق ومروان سرحان، يونس على الفري ثرو الثاني يوسع الفرق الى 4 نقاط، لا يسجل، كيجو في الديفنسيف ريباوند ويسلم لعيسى ليونز، عيسى يبدا الهجمه، عيسى لسه، عيسى لابو النصر يخرج يعدي قبل الثمان ثواني، ابو النصر مان تو مان، لكن هنا في فاول وخطا شخصي على مازن عزازي رقم 77. في تغيير قادم في سموحه، هيخرج يونس وينزل بودي او عبد الرحمن سمير، وتو شوتس لصالح ابو النصر. ابو النصر فري ثرو اول ورمي حره اولى غير ناجحه، ابو النصر على الفري ثرو الثاني لا يسجل ايضا، كيجو في الاوفنسيف ريباوند ويسلم لعيسى، عيسى يبدا الهجمه مره ثانيه، ياخد سكرين من كيجو، كيجو في البيك اند رول روعه مع عيسى، اسيست اجمل من كده ما فيش، لكن كيجو لا يقبل الهديه والاوت سايد يحاول معاها كده ابو النصر، لكن في الاخير اللاست تاتش على ابو النصر وتطلع اوت سايد، لكن اللعبه من اولها حلوه قوي، لكن كيجو يعني هارد لك يا كيجو، هارد لك يا كيجو. بدايه الهجمه عند بودي او عبد الرحمن سمير، يسلم لراندي كليبر، راندي وادي هنا اوتسايد للنادي الاهلي، اوتسايد اهلاوي، اوتسايد اهلاوي، بدايه الهجمه عند عيسى ليونز، يسلم على طول الجندي، لسه الجندي بتعمل عليه تراب، الجندي
يقلب الملعب لعيسى، عيسى على طول بالسكيب باس لابو النصر، ابو النصر في درايف واحد على واحد يروح يوصل لينجح في الحصول على فاول خطا شخصي على ابراهيم خالد رقم 23، فاول خطا شخصي على ابراهيم خالد. بنتريشن من ابو النصر. تو شوتس لابو النصر، فري ثرو اول نجح. لا اعتقد انه كان بيجرب بس. هنشوف اشاره الحكم. فعلا كان بيجرب. دي الفري ثرو الاولى. لا يسجل. ده كده 17 13. فري ثرو ثانيه. ورميه حره ثانيه لمحمد ابو النصر. ينجح في التسجيل. ده الفارق الى 3 نقاط لصالح نادي سموحه، متبقي 3 دقائق و50 ثانيه على عمر احداث الكوارتر الاول. لا راندي كليبر سلم لبودي، بودي لفودا، فودا على اوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول عيسى، عيسى يبدا الهجمه في الفاست بريك، عيسى يروح في الاول ذا واي، عيسى يطلع ليه يوسف المعداوي، يوسف بدرايف كده لكن لا ينجح في التسجيل، يلم مره ثانيه ويروح ويوصل وينجح في التسجيل نقطتين. ده الفرق الى نقطه وحيده لصالح نادي سموحه. 17 16 3 دقائق 20 سنه متبقيه على نهايه احداث كوارتر اول. مازن عزازي عدى بالكروس اوفر، جاله سكرين فوده، لسه عزازي في الدرايف يقلب السكيب باص على طول لابراهيم خالد، ابراهيم خالد في الدرايف من البيز لاين يروح ويوصل بيمينه بالهوك ينجح في تسجيل نقطتين. وسع الفارق الى 3 نقاط مره ثانيه لصالح نادي سموحه. عيسى يسلم على طول للجندي قبل الثمان ثواني، الجندي تعمل عليه تراب لكن يلحق ويسلم لعيسى على طول مره ثانيه. عيسى يبدا الهجمه بالهاند اوف مع يوسف المعداوي، سكرين بيك اند رول ويطلع الاكسترا باص او الباص الزياده على طول لابو النصر على اوبن شوت لا يسجل، تروح على طول وتزق كده لراندي كليبر، راندي ليه عزازي في الاكسترا باص عند ابراهيم خالد بالبيز لاين على الاوبن شوت ينجح في تسجيل 3 نقاط كمان يوسع الفارق الى 16 الاهلي 19 سموحه. المعداوي يقلب الملعب على طول للجندي، الجندي عايز ياتي بالرد سريعا، ياتي بالرد سريعا 16 22 بقى 19 22 لصالح نادي سموحه. دقيقتين 15 ثانيه متبقيه على عمر احداث الكوارتر الاول. فوده لكن هنا ووك وترافلنج تيرن اوفر على نادي سموحه. تغيير في صفوف الاهلي، عمرو الجندي يخرج ينزل مكانه عمرو زهران، وايضا احمد هشام مضوي بدلا من ابراهيم فوده او احمد ابراهيم فوده في نادي سموحه. ايضا ايهاب امين يعود الى ارض الملعب في اولى المشاركات. يوسف المعداوي يسلم على طول لعيسى، عيسى في الاوبن شوت عيسى لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول كيجو، كيجو يبدا الهجمه من اول وجديد عن طريق عيسى. عيسى يعمل الدرايف لكن في الاخير في فاول وخطا شخصي على مودي عبد الرحمن سمير، وتو شوتس لصالح عيسى ليونز. هو عيسى هو اسمه مارك ليونز لكن هو زي ما قلت لحضراتكم قبل كده لعب فتره في السعوديه ومن خلالها اسلم ودخل الاسلام واعلن عن اسمه عيسى، اختار لنفسه اسم عيسى. عيسى على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل، ده الفرق الى نقطتين 22 20. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لعيسى ينجح ايضا في التسجيل، ده الفرق الى نقطه وحيده. عبد الرحمن سمير بودي يعدي في بدايه الهجمه، لسه مضغوط عليه ابراهيم خالد لراندي كليبر مره ثانيه، راندي ياخد سكرين لسه راندي، راندي عدى وطلع كيك اوت لمازن عزازي على اوبن شوت 3 بوينت نجح في تسجيل 3 نقاط يوسع الفرق الى 4 نقاط لصالح نادي سموحه. يوسف معداوي سلم لايهاب امين، ايهاب امين لعيسى، عيسى على الاوبن شوت عيسى في الثري بوينت، عيسى ينجح في تسجيل 3 نقاط، ده الفرق مره ثانيه الى نقطه وحيده لصالح نادي سموحه. بودي يبدا الهجمه لنادي سموحه، بودي عدى على طول بالسكرين لكن هنا في فاول وخطا شخصي على ايهاب امين. فاول وخطا شخصي على ايهاب امين رقم 4 والاوتسايد لصالح نادي سموحه. لا تو شوتس، تو شوتس الاشاره اللي جات لكابتن احمد غالب تو شوتس لكن كابتن عمرو زاهد قال اوتسايد.
تقريبا ما خدش باله. فري ثرو اول غير ناجح ليه؟ بودي عبد الرحمن سمير. فري ثرو تاني لعبد الرحمن سمير 25-24، دقيقه و11 سنه متبقيه على احداث عمره كوارتر اول، ينجح في تسجيل يوسع الفرق الى نقطتين. وفي تغيير يخرج ابراهيم خالد وينزل يوسف ولاء رقم 3 من نادي سموحه. عيسى ليونز في بدايه الهجمه سلم للمعداوي، المعداوي يعدي قبل الثمان ثواني ويسلم على طول لزهران، زهران لعيسى مره ثانيه في بدايه الهجمه لعمرو، عمرو في الدرايف واحد على واحد طلع كيك اوت لايهاب امين، ايهاب في الثري بوينت، ايهاب لك اللي هيسجل يلم على طول، لكن هنا فيه اعتقد هنا يوسف ولاء عليه عنده خطا شخصي، هيتم عليه احتساب خطا شخصي لصالح مصطفى كيجو. فاول وخطا شخصي لي كيجو. كيجو والتو شوتس والفري ثرو الاول كيجو. فري ثرو اول نجح لمصطفى كيجو، او رميه حره اولى ناجحه لكيجو. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لكيجو لا يسجل، يلم على طول يوسف ولاء اللي ارتكب الخطا الشخصي امام كيجو. سلم الكره لراندي كليبر، راندي لسه مان تو مان النادي الاهلي، هاند اوف مع يوسف ولاء، راندي يتولى رقبته على طول عمرو زهران. يوسف ولاء هاند اوف ثاني مع عزازي، يسلم لسوداني، احمد سوداني ياخد سكرين من عبد الرحمن سمير، وادي سوداني راح، لكن هنا في فاول وخطا شخصي على عيسى ليونز اوتسايد. تو شوتس شوفوا مره ثانيه البيك اند رول ده، وعيسى فاول وخطا شخصي، والتو شوتس لصالح احمد هشام سوداني، هو قادم من نادي الجزيره. سوداني على الفري ثرو الاول والرمي الحره الاولى لا يسجل، 36 ثانيه تقدم نادي سموحه بفارق نقطه 26-25. فري ثرو ثاني لاحمد هشام سوداني، ده يسجل ايضا. ديفنسيف ريباوند من ايهاب امين، ايهاب سيطر على الكره كده ايهاب ويبدا الهجمه، يسلم على طول ليوسف المعداوي لكيجو، عايز يسلم لايهاب امين، سلم لايهاب امين فعلا، خد السكرين من كيجو عدى البوب، لسه الكره مع ايهاب امين، يسلم لعيسى، عيسى وباص اسيست ولا اروع لكيجو، ينجح في تسجيل نقطتين، رؤيه رائعه وسايد فيجن ولا اروع من عيسى، اسيست روعه الروعه لكيجو، ينجح في تسجيل نقطتين يجعل التقدم 27-26 لصالح الاهلي والاهلاويه. راندي كليبر يعدي بكروس اوفر، لكن في فاول وخطا شخصي على عمرو زهران، فاول يعني مجاني في اخر 7 اجزاء من الثانيه في عمر الكوارتر الاول. فاول على عمرو زهران وتو شوتس لصالح راندي كليبر. راندي كليبر والفري ثرو الاول. راندي رمي حره اولى وفري ثرو اول ناجح لراندي، ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني لراندي كليبر، يجعل التعادل هو سيد الموقف. راندي كليبر يجعل التقدم بفارق نقطه لصالح نادي سموحة. تأتي معها بعد هذه الشوطة أو بعد هذه التصويبة تأتي معها صفرة انتهاء أحداث كوارتر أول. هنروح نسمع التعليمات ونستمتع بالعادات ونرجع لحضراتكم مرة تانية. When we want to play defense, but we don't fucking get one on one. Everything is one on one, and everything is gambling. Everything is going. Let's see if I steal this one. Let's see if I lose my position. Everything is one on one. So it depends on you. Like now, I let you play. I let the starting 5-8 minutes on the court. I let you play. And now who doesn't play defense, but goes to the rest. Goes to the rest. Like this simple. If you want to play, if you want to be in the course, show it. Yeah.
رجعنا تاني اعزائي المشاهدين ستارت اللاين اب للنادي الاهلي. هنفكر حضراتكم بس ان نهايه احداث الكوارتر الاول انتهت لصالح نادي سموحه بتقدمه بفرق نقطه 28-27. بدايه احداث كوارتر تاني ايهاب امين، عمرو زهران، مصطفى كيجو، عيسى ليونز ويوسف المعداوي. ده الخماسي اللي هيبدا بيه او الستارت اللاين اب اللي هيبدا بيه كوتش اوجوستي. في انتظار الستارت اللاين اب او الخماسي اللي هيبدا بيه كوتش تامر مصطفى، راندي كليبر، مازن عزازي، احمد ابراهيم فودة يعود الى ارض الملعب مره ثانيه، يوسف ولاء رقم 3، واخيرا عبد الرحمن سمير بودي رقم 2. من صاله حسن مصطفى نهائي دوري المرتبط الذي حسم رسميا بفوز صغار النادي الاهلي تحت 18 سنه او شباب النادي الاهلي تحت 18 سنه بقياده الكوتش محمد اشرف توفيق، واللي فاز واعلن رسميا خلاص فوز الدوري المرتبط التاسع في تاريخ النادي الاهلي الرابع على التوالي. راندي كليبر والحيازه لصالح نادي سموحه. فوده يسلم على طول لعزازي، مازن عزازي اطاله، بودي يقف على الميديم شوت، شاط ينجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الثاني. يضغط نادي سموحه 1-2-1-1 او 1-2-1-1. ايهاب امين يسلم على طول ليوسف المعداوي، يبدا يوسف المعداوي الهجمه، عدى بعد قبل الثمان ثواني لعيسى. عيسى طلب السكرين، عدى بالسكرين في البيك اند رول بينه وبين كيجو، كيجو قطع له لكن هنا مخالفه مشي بالكره على يوسف المعداوي والاوت سايد لصالح نادي سموحه. 30-27 فارق ثلاث نقاط لصالح نادي سموحه. عمرو الجندي على التغيير هو واحمد مهيب. مهيب والجندي هنشوف بدلا من مين، بدلا من المعداوي وعيسى ليونز. ضغط عمرو الجندي على عمرو زهران على راندي كليبر. زهران كليبر يسلم عزازي بدور يسلم لفوده، لكن كيجو ارتكب معاه فاول وخطا شخصي، يحتسبه الكابتن احمد غالب اوتسايد لصالح نادي سموحه. اوتسايد لسموحه، عزازي على الاوتسايد هيطلع الاوت، يسلم على طول لفوده، فوده في بدايه الهجمه يقلب الملعب لبودي على طول، مان تو مان النادي الاهلي. راندي كليبر لكن هنا في ايه؟ في هنا اوفنسيف فاول على راندي كليبر او على احمد ابراهيم فوده رقم واحد، والاوتسايد والحيازه لصالح النادي الاهلي. الاوتسايد اهلاوي. يستلم على طول عمرو زهران. حوار كده باسم ما بين كابتن احمد غالب وكوتش اوجوستي. الجندي ومعاه بودي بالهاند اوف مع مهيب. مهيب يقلب الملعب لزهران تحت الباسكت، اسيست ولا اروع، باسكت ولا اجمل من كيجو ولا اسيست، ما فيش اجمل من كده بلعبه متقنه جدا يقول عليها الكوتش اوجوستي. الاسيست جاي من عمرو زهران على طول نقطتين، ده الفرق النادي الاهلي الى نقطه واحده. مازن عزازي عدى بالكروس اوفر، يقف مازن على الاوبن شوت، مازن يشوط لكن لا يسجل، على طول ديفنسيف ريباوند عند البوب، ايهاب امين يسيطر عليها لكن في الاخير تخبط في رجل مازن عزازي والكره في حيازه النادي الاهلي. لكن كابتن ياسر جمال اعتقد في حاجه، هل في حاجه؟ اعتقد انه هيدي تحذير لاحد لاعبي النادي الاهلي، ينزل ابراهيم خالد مره ثانيه بدلا من مودي رقم 3 او بدلا من عبد الرحمن سمير عفوا رقم 2. خبطت هنا في رجلي عزازي، خلاص الكره اوتسايد لصالح النادي الاهلي. 1-2-1-1 او 2-1-2 او 1-2-1-1 عفوا. ديفنس بيسفول كورت. مهيب يستلم، مهيب على الارك ويسلم على طول للجندي بالهاند اوف مع ايهاب امين. ايهاب، ايهاب مضغوط عليه ايهاب لكن هنا في باك زون ترن اوفر على البوب ايهاب امين. اوتسايد لصالح سموحه وترن اوفر على النادي الاهلي. اوتسايد لسموحه، عزازي هيطلع الاوت. 8 دقائق 18 ثانيه 29-30. راندي كليبر، راندي لعزازي لكن اللاست تاتش على عزازي والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. 8 دقائق 15 ثانيه، نقطه وحيده لصالح نادي سموحه. يبدا الهجمه لبوب ايهاب امين. ايهاب
مركز البوينت جارد لعمرو زهران، عمرو في الدرايف 1 اون 1، عمرو في اليورو ستيب راح وصل نجح في تسجيل اولى نقاطه واولى نقاط احداث كوارتر ثاني لصالح او ثاني نقاط احداث كوارتر ثاني للنادي الاهلي. راندي كليبر خد السكرين من ابراهيم خالد، لكن هنا في الاخير فاول وخطا شخصي على عمرو زهران. ينزل مهند الصباغ، نشوف نزل مكان مين. ادي الدرايف الاخير او البنتريشن الاخير باليورو ستيب، تغيير الاتجاهات والفلوتر شوت ينجح في تسجيل نقطتين عمرو زهران. عمرو زهران العائد من بطوله افريقيا وبطل بطوله افريقيا 3-3. يخرج يوسف ولاء في تغيير نادي سموحه يجريه، ينزل مكانه رؤوف صفواني. زي ما قلت لكم عمرو زهران العائد من بطل بطوله البطوله الافريقيه 3-3 فاز بها والحائز عليها. راندي كليبر يبدا الهجمه اخر 7 دقائق و45 ثانية، وادي الباص كده لكن في الاخير تلمس احمد مهيب وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. اوت سايد عفوا لنادي سموحه، سموحه اوت سايد، تقدم الاهلي بفرق النقطه. يمكن اوت سايد لسموحه، مهند الصباغ هيطلع الاوت ويسلم على طول لفوده. فوده عايز يلعب ال1 1 من البيز لاين، اخر 4 ثواني في زمن الهجمه، يروح ويرتكز ويلف ويشوط لكن لا يسجل. على طول عمرو زهران في الديفنسيف باوند في الاول زاويه، يسلم لكيجو اللي رايح له على طول، لكن هنا الاوت سايد على يخطف كده ابراهيم خالد الكوره وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. ادي هنا الفص بريك اللي اتبصى من واحد يعني لخمسة على طول. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. ايهاب امين هيطلع الاوت. يسلم لزهران، عمرو زهران. للجندي. لزهران مرة ثانية. مهيب، مهيب في الدرايف 1 اون 1، مهيب يلف ويرتكز ويروح لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول رؤوف صفواني ويقلب الملعب لابراهيم خالد. ابراهيم لرؤوف صفواني من السايد للسايد. صفواني، صفواني في ال 1 اون 1. سلم على طول لفوده اللي بيسلم ليه ابراهيم خالد، يبدا الهجمه من اول وجديد. طلب السكرين، وقف على الميديم شوت شوت لكن لا يسجل، يلم على طول فوده على السكند شانس، يسلم لمهند الصباغ، يبدا الهجمه من اول وجديد. اخر 10 ثواني في زمن الهجمه في الباك بيفوت عدى ويطلع الكيك اوت لراندي، راندي كليبر، راندي لسه، راندي لسه، راندي مع عمرو الجندي بالفيد اوي شوت وينجح في تسجيل نقطتين، يعلي الفرق الى نقطه لصالح الموج الازرق نادي سموحه. ايهاب امين، ايهاب سلم للجندي، طلب سكرين من كيجو، جاله سكرين في البيك اند رول، الكيك اوت عند مهيب، مهيب في الاوبن شوت لكن لا يسجل. الجندي يحاول معها كده باللاست تاتش ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي، يجعل المقدمه حمراء 33-32. فوده يسلم للصباغ، مهند الصباغ لابراهيم خالد، لراندي كليبر، راندي يهوش مع عمرو زهران، يقف على الثري بوينت لكن بلوك ولا اروع من زهران، زهران في الاول زاويه راح وصل لكن لا ينجح في التسجيل، ينجح انه ياخد فاول بتو شوتس لصالح النادي الاهلي، والفاول الخطا الشخصي على ابراهيم خالد رقم 23. ادي البلوك من الاول، وصلت الكوره لكيجو، كيجو على طول طلع اللونج باس لزهران على الفص بريك. ده نموذج من نماذج الفص بريك، شكل جديد او شكل متواجد عفوا. وادي زهران فري ثرو اول ناجح على طول، الراجل ادى مهامه، لقى الكره اتلمت او اتعمل ريباوند، جري على طول على الفاست بريك، نجح انه ياخد فاول وخطا شخصي بتو شوتس ونجح في الفري ثرو الاول. وادي الفري ثرو الثاني لا يسجل، ابراهيم خالد في الديفنسيف ريباوند و 34-32. صفواني في الدرايف راح وصل لا يسجل، على طول ديفنسيف ريباوند هنا حاضر عند البوب ايهاب امين. ايهاب في الاول زاوي، ايهاب 1 2 وصل راح سجل نقطتين، ايهاب امين في الاول زاوي نجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. لكن فولو دانك هنا من عمرو زهران، يبدا الهجمه فوده يسلم على طول لابراهيم خالد او صفواني عفوا لمهند الصباغ. مهند لسه، مهند مع الكوره بيحاول في ال1 اون 1 مع ايهاب امين. مهند، راندي كليبر في غفله دفاعيه من عمرو زهران ينجح في الحصول على الكره من البيز لاين والباك لياب ويسجل نقطتين، نقطتين لصالح نادي سموحه، هدايا الفرق الى نقطه وحيده. ايهاب امين لعمرو زهران،
طلب سكرين كيجو، عدى هو في الون ان وان، راح وصل بالبيهايند باك على طول ينجح في تسجيل نقطتين. كيجو بعد باص ولا اروع بالبيهايند باك كده، باص ينجح عمرو زهران اهي زي ما حضراتكم شايفين، سلم على طول لكيجو وراح حط وسجل النقطتين. نقطتين وكيجو ارتكب فاول وخطا شخصي، وهيخرج راندي كليبر وهينزل عزازي وهيخرج اعتقد يوسف ولاء او ابراهيم خالد، وهينزل يونس مره ثانيه. كيجو يخرج ينزل مروان سرحان، عمرو زهران يخرج وينزل مؤمن طارق خيري. اوتسايد لسموحه، انتصاف احداث كوارتر ثاني، تقدم النادي الاهلي 38 35 فرق ثلاث نقاط. عزازي يقف على الميديم شوت، شوت لكن لا يسجل، ديفنسيف اوفنسيف ريباوند على طول حاضر عند نادي سموحه. عزازي مره ثانيه يبدا الهجمه، عزازي في الون ان وان، عدى عزازي طلع كيك اوت للصباغ، للصباغ يقلب الملعب ليونس، يونس في الاوبن شوت 3 بوينت ينجح في تسجيل ثلاث نقاط يضيق الفارق ويجعله هو التعادل 38 38. مؤمن خيري، مؤمن للجندي، عمرو الجندي لسه عمرو في الدرايف، عمرو يروح ويعدي لكن تيرن اوفر ووكن وترافلنج على مخالفه المشي بالكره على عمرو الجندي، والاوتسايد لصالح نادي سموحه. الصباغ يستلم يبدا الهجمه، يعمل ستيل حلو قوي، مؤمن خيري ينجح في اضافه نقطتين على طول، يوسع الفرق الى نقطتين لصالح الاهلي والاهلاويه بعد السيل ولا اروع من مؤمن خيري. مهند صباغ لكن هنا في فاول وخطا شخصي على عمرو الجندي، فاول وخطا شخصي على عمرو الجندي. اوتسايد نشوف تاني الليست، ده الفاول كنا عايزين نشوف الستيل بتاع مؤمن خيري لكن في اقرب توقف. هيعود الى ارض الملعب تاني بودي لاعب نادي سموحه بدل من رؤوف صفواني. ادي الستيل التاك ذا بول او مهاجمه الكره، نجح مؤمن خيري انه يسجل يخطف الكوره ويعمل ستيل ويسجل نقطتين. مودي في بدايه الهجمه يسلم للصباغ، يونس من تو من لازال النادي الاهلي يبحث عن عزازي، الهاند اوف مع بودي، ياخذ السكرين من بودي يروح على الميديم شوت يشوط لا يسجل، فوده يلم في السكند شانت وصل غفله دفاعيه اهلاويه في الريباوند ينجح في تسجيل نقطتين على يضيق الفارق الى التعادل مره ثانيه 40 40. إيهاب أمين لسه، إيهاب خد السكرين مروان سرحان بيك اند رول لكن يقلب السكيب باس على طول للجندي، الجندي على الاوبن شوت الجندي لا يسجل، يزق كده الكرة وتصل إلى بودي يعمل الستيل إيهاب وتطلع أوت سايد لصالح نادي سموحة. أوت سايد لسموحة، تعادل الفرقتين 3 دقائق 20 ثانية متبقية على نهاية أحداث الكوارتر الثاني. مباراة نهائي دوري المرتبط موسم 23-24 التي حسمت رسميا بفوز الناشئين تحت 18 سنة، وتبقى المباراة الأخيرة في حالة الفوز يفوز الأهلي، في حالة لا قدر الله الخسارة أيضا خلاص يعني اعتلى الأهلي القمة. لكن نرجع للمباراة، فودة يسلم لمهند الصباغ اللي بيروح بالدرايف لكن بلوك ولا أروع من مهيب، توصل الكرة للجندي يقلب على طول لمؤمن، مؤمن في الاوبن شوت، مؤمن لا يسجل، زق الكره كده وتوصل لمهند الصباغ يقلب الملعب على طول لعزازي، لمهند مره ثانيه لعزازي قطع له يونس تروح على الباسكت لا يسجل على طول، مروان سرحان في الديفنسيف ريباوند حاضر ويسلم لايهاب امين، ايهاب في بدايه الهجمه مركز البوينت جارد ويسلم لمهيب، مهيب على الاوبن شوت، مهيب لا يسجل، يزق الكره كده مؤمن خيري لكن في الاخير تروح الكره ناحيه بودي ويرتكب معاه مروان سرحان فاول وخطا شخصي. وعيسى اعتقد هنا في تايم اوت، تايم اوت هنا يطلبه الكوتش اوجوستي. تعادل فرقتين 40 40 دقيقتين 36 ثانيه على نهايه احداث الكوارتر الثاني. تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. يا ريتني ما سمعت.
ده ايه صدى الصوت ده؟ رجعنا تاني اعزائي المشاهدين ليه بعد التايم اوت اللي طلب الكوتش اوجوسي يوسف المعداوي ومارك ليونز بدل من ايهاب امين وعمر الجندي. ده تغيير جريه كوتش اوجوسي او السنيور اوجوسي. 39 سموحه 40 الاهلي. عفوا كان في خطا كده وخلاص تدركنا. 236 سنه متبقيه على نهايه احداث كوارتر تاني. خمس اخطاء شخصيه على النادي الاهلي، خطاين على نادي سموحه في احداث عمر الكوارتر الثاني. فودع على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل 40-40. فودع والفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل 1-2-1-1. بريس فول كورت من نادي سموحه. عيسى يسلم على طول لمؤمن خيري. مؤمن لعيسى مره ثانيه، يبدا الهجمه. عيسى طلب السكرين لسه عيسى. اخر خمس ثواني في زمن الهجمه. يوسف المعداوي على الاوبن شوت لا يسجل. اوفنسيف ريباوند على طول من مهيب ويسلم لعيسى ويرجع لعيسى مره ثانيه. عيسى خد السكرين، عكس السكرين عيسى، سكرين مره ثانيه، عدى ما بين الاثنين، راح عيسى بالاسيست. عيسى نجح مروان سرحان انه ياخد فاول وخطا شخصي بتو شوتس لصالح مروان سرحان. مروان سرحان لكن البدايه من عند عيسى اللي نجح انه يعدي. بصوا هنا التعديه منين؟ من وسط الديفنس. سلم الكره على طول بالكروس اوفر وقلبها لمروان سرحان اللي نجح انه ياخد فاول بالتو شوتس لصالح مروان سرحان. مروان والفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. التعادل سيد الموقف. دقيقتين ثلاث ثواني في احداث وعمر الكوارتر الثاني. 41-41. فري ثرو ثاني لمروان ينجح في التسجيل. تغيير هنا وتغيير هنا. ابو النصر هنا يعود الى ارض الملعب مره ثانيه، وراندي كليبر ايضا يعود الى ارض الملعب مره ثانيه. راندي كليبر مكان عبد الرحمن سمير بودي، وابو النصر مكان مروان سرحان. راندي كليبر في بدايه الهجمه. 42-41 لصالح الاهلي والاهلاويه. اقل من دقيقتين على احداث على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. عزازي ياخذ سكرين من يونس يسلم على طول لفوده. فوده بالهاند اوف مع راندي كليبر. راندي في ال1 ان 1 راندي ينزل على طول للكره، لكن هنا مخالفه 3 ثواني و3 سكند ايفالويشن على فوده لاعب نادي سموحه. دقيقه 43 سنه متوقعه على نهايه احداث الكوارتر الثاني. مؤمن خيري يسلم لعيسى قبل الثمان ثواني. يعدى عيسى لمهيب، مهيب يهوش حلو قوي، يروح بالدرايف من البيز لاين بالباور لاب لكن لا ينجح في التسجيل. تقع منه كده وتروح ليونس يعمل الستيل. يوسف معداوي يسلم لعيسى. عيسى للمعداوي، للمعداوي والله يروح هو وسلم المعداوي، لكن الكيك اوت عند مهيب. مهيب في الاوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول عند يونس يسلم بدور العزازي. عزازي هيدور على كليبر ولا هيلعب في ال1 ان 1 او هيلعب 1 ان 1. سلم لفوده. فوده بالهاند اوف على طول مع يوسف ولاء. يوسف في الدرايف لكن هنا في فاول وخطا شخصي على احمد مهيب رقم 14. تو شوتس او رميتين حرتين لصالح يوسف ولا. رميتين حرتين تو شوتس ليوسف ولاء. يوسف ولاء والفري ثرو الاول. ودقيقه واربع ثواني متبقيه على نهايه احداث كوارتر ثاني. يوسف ولاء والفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. التعادل مره اخرى 42-42. فري ثرو ثاني. يوسف والفري ثرو الثاني لا يسجل.
وصل النتيجة التعادل 42-42. عيسى ليونز يسلم على طول لمهيب، مهيب لابو النصر، لمهيب مرة تانية، لعيسى مان تو مان نادي سموحة، لسه عيسى، عيسى في الاوبن شوت على 3 بوينت لا يسجل، وهنا ياخد خطأ شخصي وفاول بثلاث رميات حرة على مازن عزازي لصالح عيسى ليونز. 42-42، 47 ثانية متبقية على نهاية أحداث الكوارتر الثاني. كوتش أوجوستي، كوتش أحمد جرحي، وعيسى والفري ثرو الأول لا يسجل. فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية لعيسى، ينجح في التسجيل. المقدمة حمراء بفرق نقطة وحيدة 43-42. فري ثرو ثاني ثالث عفوا، ينجح ايضا في التسجيل. باسكت لصالح النادي الاهلي هو الفرق. راندي كليبر يبدا الهجمه، راندي الرقابة على طول ابو النصر يا اما عمرو زهران. راندي استلم يوسف ولاء، قطع له راندي، راندي في الميديا بشوت، شوت نجح في تسجيل نقطتين، جعل التعادل مره اخرى هو نتيجة اللقاء. يوسف معداوي، معداوي سلم لعيسى، عيسى في الاوبن شوت 3 بوينت، لكن المرة دي يسارة يلم الديفنسيف اوفنسيف ريباوند على طول. أبو النصر يقلب الملعب لمؤمن خيري، مؤمن خد سكرين، مؤمن، مؤمن على الاوبن شوت، مؤمن 3 بوينت ولا أروع من مؤمن. طارق خيري ينجح في تسجيل ثلاث نقاط، يوسع الفرق إلى 47-44، وشوطة كده أخيرة لكن معاها صفرة انتهاء أحداث الكوارتر الثاني بتقدم النادي الاهلي 47-44. اعزائي المشاهدين، استراحه قصيره ما بين احداث الكوارتر الثاني والثالث، لا تذهبوا بعيدا، سنظل معكم اليوم وفي استوديو تحليلي يقدمه الكابتن هيثم السعيد، فنذهب اليه سريعا. كابتن هيثم السعيد اليك الميكروفون. ماشي، يلا حد ينزل المايك، حد ينزل المايك. انا طفيت الكاميرا بتاعتي. ها كابتن باك تعبان، شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لضيوفه الكرام كابتن محمد طاهر رجب وعودة حميدة إلى أرض الوطن مرة أخرى، والكابتن محمد سيد سليمان سلعاوة ضيوفه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم، وعودة مرة أخرى إلى بداية أحداث الكوارتر الثالث، نهائي دور المرتبط الذي تم حسمه فعليا، وتبقى فقط التتويج ما بين الاهلي وسموحه. تكمله الارقام كابتن هيثم السعيد، بعض الاحصائيات، النادي الاهلي على الفيل جول او محاولات التو بوينت 17 محاوله من داخل القوس، ميديم شوت والليب نجح في تسجيل 11 بنسبه 64.7% على 3 بوينت، دي برضو بعض اللوحه، بعض الاحصائيات اللي فيها، لكن هكمل لحضراتكم الاحصائيات على 3 بوينت 19 محاوله للنادي الاهلي، نجح في تسجيل 5 محاولات، كان منهم 2 لعيسى و2 لعمرو الجندي وواحده او وحيده لمؤمن طارق خيري. في الفري ثرو والفاول شوتنج 17 محاوله للنادي الاهلي، نجح في تسجيل 10 محاولات، الاكثر على الاطلاق هو 5 محاولات، نجح في تسجيل 4 مارك ليونز او عيسى، و 4 محاولات لمحمد ابو النصر نجح في تسجيل واحده، مصطفى كيجو محاولتين نجح في تسجيل واحده، مروان سرحان 4 محاولات نجح في تسجيل 3، وعمرو زهران محاولتين نجح في تسجيل واحده. على الجانب الاخر النادي الاهلي عامل 11 اسيست في احداث الكوارتر الاول والثاني، مارك عيسى او عيسى ليونز نجح في صناعه 3 تمريرات حاسمه باجمالي من اجمالي 11 محاوله. في الديفنسيف ريباوند او تيرن اوفر عفوا، الاهلي عامل 4 محاولات او 4 تيرن اوفر مقابل 8 لسموحه،
والستيل عامل 3 محاولات مقابل 0 ستيل لنادي سموحة. التوب سكورر في نادي سموحة أحمد فودة 14 نقطة و14 افشنسي و 9 نقاط لراندي كليبر و7 نقاط لإبراهيم خالد. ستارت اللاين اب والحيازة هنشوف لمين، لكن أنا شايف حوار كده ما بين كوتش أوجوستي، لكن نشوف الستارت اللاين اب اللي هيبدأ بيه الكوارتر الثالث. كوتش أوجوستي، كيجو، عيسى وعمرو زهران، يوسف المعداوي وإيهاب أمين. الحيازة للأهلي والأهلوية. حكام اللقاء اليوم كابتن أحمد غالب، كابتن ياسر جمال، كابتن عمرو زاهد. انتهت أحداث الكوارتر الأول بتقدم سموحة بفرق النقطة 28-27، أما الكوارتر الثاني انتهى بنتيجة 47-44. الحيازة للأهلي والأهلوية. مازن عزازي، يونس، إبراهيم خالد، راندي كليبر، وفي الأخير أحمد إبراهيم فودة. أحمد إبراهيم فودة هو التوب سكورر في النادي سموحة برصيد 14 نقطة، وعيسى برصيد أيضا 14 نقطة. على بركة الله نبدأ أحداث الكوارتر الثالث. نهائي دور المرتبط موسم 23-24 من صالة حسن مصطفى، والحيازة للأهلي والأهلاوية. إيهاب أمين يسلم للمعداوي لعيسى، عيسى في البيك اند رول مع المعداوي، المعداوي في الكيك اوت لعمرو زهران، عمرو في الأوبن شوت على 3 بوينت. أولى ثلاثيات الكوارتر الثالث ينجح في تسجيلها، وأولى النقاط ينجح في تسجيلها عمرو زهران. وسع الفرق إلى 50-44، 6 نقاط لصالح الأهلي والأهلاوية. على طول يسلم أحمد فودة، يسلم العزازي، سكرينات والدبل سكرين لراندي كليبر، راندي وادي خطا شخصي وفاول على عمرو زهران. خطا شخصي وفاول على عمرو زهران. 8 نقاط سجلهم عمرو زهران في عمر المباراه حتى هذه اللحظه. راندي كليبر يسلم لفوده في البيك اند رول، يطلع لابراهيم خالد، ابراهيم خالد في الدرايف من الميدل راح وصل، لكن هنا كابتن ياسر جمال بيحتسب فاول وخطا شخصي على ايهاب امين. ايهاب امين وفاول وخطا شخصي. تو شوتس لصالح ابراهيم خالد. ترايبوت بس رميتين حرتين ليه ابراهيم خالد. فري ثرو اول لابراهيم على التنفيذ. ينجح في التسجيل، ده الفرق الى 5 نقاط 45-50 لصالح الاهلي والاهلاوية. 9 دقائق 17 سنة متبقية على نهاية احداث الكوارتر الثالث. ابراهيم وفري ثرو ثاني ينجح ايضا في التسجيل. 46-50 ده الفرق الى 4 نقاط. 1-2-1-1 لا زال يضغط نادي سموحة. إيهاب أمين في الدرايف في الأول زاوية راح وصل، لكن لا ينجح في التسجيل، يتعمل عليه بلوك. كيجو على طول في السكند شانس لعيسى على الأوبن شوت. عيسى وتاني الثلاثيات، عيسى ينجح في إضافة 3 نقاط مرة تانية بعد عمرو زهران في بداية أحداث الكوارتر الثالث. عيسى 17 نقطة نجح في تسجيلهم حتى هذه اللحظات. وادي باسكت سريع كده جه، والرد سريعا جه من نادي سموحة. بداية الهجمة عن طريق يوسف المعداوي لعيسى، عيسى للمعداوي لإيهاب أمين. إيهاب لسه كرة مع إيهاب، السكرين 10 ثواني متوقع على زمن الهجمة، يسلم على طول لعيسى لكيجو، كيجو تحت الباسكت راح كيجو وصل، كيجو نجح، كيجو في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الأهلي. وسع الفرق إلى 6 نقاط 55-49، لكن هنا في أند وان، هنا في فاول وخطأ شخصي وأند وان، يعني ده طبقا لإشارة كابتن عمرو زاهد، لكن نشوف كده الملعب مرة تانية. في تكنيكال فاول، تكنيكال فاول خطأ فني على كابتن تامر مصطفى. رمية لعيسى لا يسجل، والكرة لصالح نادي سموحة. أوتسايد لسموحة،
يستلم على طول احمد فوده. فوده يسلم لمازن عزازي. مازن لفوده مره ثانيه. الباك دور مع فوده وابراهيم خالد اللي بيروح على طول وبينجح في تسجيل نقطتين. ده الفارق الى 4 نقاط. 51 55. مارك ليونز او عيسى في بدايه الهجمه. عيسى في المان تو مان نادي سموحه. عيسى بسكرين من كيجو يقلب على طول زهران في البيز لاين للمعداوي. المعداوي في البيز لاين على اوبن شوت لا يسجل. كيجو على الاوفنسيف ريباوند تخبط كده في يونس وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. بيعتذر كده كيجو السنيور اوجوستي انه ما لمش الكره على طول وطلعها في الاوتلت. عيسى هيطلع الاوت. 12 سنه متبقيه على زمن الهجمه. يسلم على طول لزهران. زهران بسكرين مع كيجو البيك اند رول. كيجو زهران روح كيجو وصل كيجو ونجح كيجو في تسجيل نقطتين كمان. 57 51 لصالح النادي الاهلي عن طريق مصطفى كيجو. فوده يسلم ليونس. يونس راندي كليبر. راندي بالسكرين يتعمل له سكرين يحاول يقطع معانه زهران لكن لسه دفعات قويه. يعمل للسيل على طول زهران لكن يحاول معاه كده لكن لاست تاتش على نادي سموحه. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. دفاعات قويه من الاهلي والاهلاويه تنتج عن الستيل او خطا كده ولاست تاتش على نادي سموحه. عيسى في بدايه الهجمه يسلم للمعداوي. يوسف المعداوي ايهاب امين في الاوبن شوت. ايهاب على 3 بوينت لكن لا يسجل. كيجو اوفنسيف ريباوند لكن هنا في فاول وخطا شخصي على راندي كليبر لصالح مصطفى كيجو. قرار صحيح فاول خطا شخصي على راندي كليبر. اوتسايد اهلاوي زهران. عمرو زهران يقف على الاوبن شوت 3 بوينت لا يسجل. على طول يونس في الديفنسيف ريماوند ويسلم لراندي كليبر. راندي ومعاه عيسى. لسه راندي يقلب الملعب على طول لابراهيم خالد. ابراهيم طلب السكرين عدى بالسكرين الكيك اوت عند مازن عزازي. عزازي خد السكرين وعدى وقف على الاوبن شوت شوت لكنه قصيره لا ينجح في التسجيل. ديفنسيف ريماوند على طول عند عيسى اللي على طول نو لوكن باس ودنك. دنك ولا اروع لكن البدايه احلى من عند عيسى في النو لوكن باس على طول. عارف ان عمرو زهران بيجري على الفص بيك يوصل له الكوره ودنك عمرو زهران. مفيش اروع من كده. لعبه من اولها لاخرها بلاي اوف ذا داي. وادي 3 بوينت لراندي كليبر لكن المعداوي في الديفنسيف ريباوند ولا اروع. يسلم على طول المعداوي في الاول زاويه المعداوي الكيك اوت والاكسترا باس عند زهران. يهدى زهران ويلعب في السيت بلاي مره ثانيه. البوب ايهاب امين ياخد السكرين. ايهاب يقلب على طول لعيسى. عيسى في الاوبن شوت. عيسى 3 بوينت ولا اروع. عيسى ينجح في تسجيل 3 نقاط مره ثانيه يوسع الفارق الى 11 نقطه لصالح الاهلي والاهلاويه. 6 دقائق متبقيه على نهايه احداث كوارتر ثالث. راندي كليبر يسلم لابراهيم خالد. يبدا ابراهيم خالد كده المباراه حلوت. يونس يونس من سموحه. راندي كليبر مره ثانيه في البيز لاين. ابراهيم خالد. ابراهيم خالد لكن يتعمل معاه الستيل على طول عن طريق عمرو زهران في الاول زاوية. عمرو زهران في الباك لياب لكن ينجح في الحصول على فاول وخطا شخصي عن طريق احمد ابراهيم فوده رقم 1. 45 ثانيه تقدم النادي الاهلي 62 51. نهائي دوري المرتبط الذي حسم فعليا لصالح النادي الاهلي الرابع التوالي والتاسع في مسيره النادي الاهلي. عمرو زهران والفري ثرو الاول. ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى والفري ثرو الاول 63 51. 5 دقائق 45 ثانيه والفري ثرو الثاني لا يسجل. يونس على طول في الديفنسيف ريباوند ويسلم لراندي كليبر. راندي يبدا الهجمه. راندي عدى بال 1-1. راندي وصل لكن لا ينجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من كيجو لكن في الاخير بيرتكب معاه فاول وخطا شخصي من رؤوف صفواني اللي لسه نازل. والاوتسايد اهلاوي. الاوتسايد لصالح النادي الاهلي. اعتقد في تايم اوت طلبه الكوتش تامر مصطفى. 63 الاهلي 51 سموحه. 5 دقائق 29 ثانيه
متبقية على نهاية أحداث الكوارتر الثالث نهائي دوري المرتبط رجال موسم 23-24. اسمع التعليمات، نستمتع بالأعداد ونرجع لحضراتكم مرة تانية. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكابتن او الكوتش تامر مصطفى. 63 الاهلي، 51 سموحه، كيجو، يوسف معداوي، عمرو زهران، عيسى وايهاب امين، ده الخماسي النادي الاهلي كما هو. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. عيسى في بدايه الهجمه، ال 1 2 1 1 البريس والكورت للمعداوي، المعداوي عدى قبل 8 ثواني للبوب ايهاب امين لعيسى مره ثانيه. 5 دقائق 20 ثانيه متبقيه على نهايه احداث الكورتر الثالث. ايهاب امين بالسكرين والبيك اند رول مع كيجو، كيجو باونس باص وادي الاسيست والكيك اوت لعيسى، عيسى في الاوبن شوت لكن المره دي قصيره، لما على طول يونس في الديفنسيف ريباوند، يبدا يونس الهجمه. يونس ومع المعداوي بالهاند اوف على طول مع صفواني. رؤوف صفواني عدى بالسكرين مع فوده، رؤوف في ال1 اون 1 لكن نجح للسيل على طول عن طريق المعداوي في الاول زاوية على طول لايهاب امين، ايهاب يروح لكن لا ينجح في التسجيل ويحصل على خطا شخصي وفاول. فاول وخطا شخصي على مازن عزازي رقم 77. خطا شخصي وفاول للبوب ايهاب امين. دي رياكشنات كده كابتن احمد الجرحي. فري ثرو اول وتو شوتس للبوب ايهاب امين لا يسجل الاولى. فري ثرو تاني ورمية حرة تانية، 4 دقايق 52 ثانية متبقية على نهاية احداث كوارتر تالت. ايهاب على الفري ثرو التاني ينجح في التسجيل. يخرج مازن عزازي، ينزل عبد الرحمن سمير بودي، ويخرج يونس، وينزل ابراهيم خالد مرة تانية. راندي كليبر، راندي لرؤوف صفواني، ابراهيم خالد يستلم، لسه ابراهيم مع المعداوي ضغط عليه بالهاند اوف مع راندي كليبر، راندي يعدي لكن مره كيجو موجود، يقلب الملعب على طول ابراهيم خالد، خلاص 4 ثواني لكن ستيل ولا اروع من ايهاب امين، وادي الدنك الثاني لعمرو زهران ينجح في اضافه نقطتين بدنك ولا اروع واسيست ولا اجمل من البوب ايهاب امين يعلي الفارق مره ثانيه 61 واحد 66 51 للدنك. شكرا للاعاده. دنكات عمرو زهران، راندي كليبر في بدايه الهجمه، راندي سكرين من ابراهيم خالد عدى دبل تيم هنا، قلب الملعب على طول الصفواني، صفواني من البريتريشن من الميدل يروح ويوصل لكن لا يسجل، هنا على طول ابراهيم فوده ينجح في تسجيل نقطتين كمان بالفولو ونقطتين لصالح نادي سموحه. السكيب باس على طول عند زهران، يسلم لعيسى، المعداوي يسيطر على الكره لكن راندي كليبر يرتكب معاه فاول وخطا شخصي لصالح النادي الاهلي. تو شوتس لصالح يوسف المعداوي. دنكين لعمرو زهران. المعداوي الفري ثرو الاول لا يسجل، 3 دقائق 56 ثانيه متبقيه على نهايه احداث كوارتر ثالث. فري ثرو ثاني للمعداوي ورميه حره ثانيه ينجح في التسجيل. 67-53. راندي كليبر يخرج وينزل مكانه يونس، لا يمسك الملعب دلوقتي بودي او عبد الرحمن سمير اللي معاه الكوره رقم 2.
يبدا الهجمه عبد الرحمن. سلم على طول لفوده. ليونس. لبودي مره ثانيه قطع له فوده. سكرينات لريوف صفواني. الدبل سكرين او الساجر سكرين ليه؟ ابراهيم خالد اللي بيحاول يعدي كده لكن تصرف الاخير لصفواني ودفاع قوي من النادي الاهلي ينتج عنه 24 سكند ايفالويشن او مخالفه ال 24 ثانيه. انتهى التايم المخصص للهجمه والكره لم تحاول محاوله ايجابيه لصالح نادي سموحه. لسه الكره مع الاهلي. عيسى. عيسى في الدرايف يسلم على طول باص حلو قوي للي قاطع له. يوسف المعداوي تلخبط كده لسه الكوره حائره وتصل في الاخير لصفواني. صفواني بالفص برجل ابراهيم خالد اللي بيروح وبيهوش وبينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي سموحه. 67 55 تيرن اوفر وباد باص من يوسف المعداوي يعمل الاستيل على طول يونس. يونس وادي هنا درايف على طول على الباسكت لكن هنا اعتقد في فاول وخطا شخصي. هنشوف الفاول على مين. تو شوتس لرؤوف صفواني. ثلاث دقايق متبقيه على نهايه احداث كوارتر ثالث. يونس في بدايه الهجمه اهو بعد الاستيل اللي عمله. فري ثرو اول لصفواني ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني لرؤوف صفواني. لا يسجل. ديفنسيف ريباوند على طول حاضر عند كيجو يسلم بدوره لعيسى. عيسى يقلب الملعب للمعداوي. المعداوي عدى قبل الثمان ثواني يسلم لايهاب امين. ايهاب لكيجو تحت الباسكت. كيجو لكن هنا تيرن اوفر ووك على كيجو. تيرن اوفر جديد على النادي الاهلي. دقيقتين 47 سنه متبقيه على نهايه احداث كوارتر ثالث. لعيبه الاهلي بتشجع كيجو كده وتقول له ولا يهمك عوض في الديفنس. عبد الرحمن سمير في بدايه الهجمه. بودي يستلم على طول رؤوف صفواني يستنى السكرين. قال له سكرين وسلم لبودي. بودي في الدرايف 1 اون 1 يقلب الملعب على طول لفوده. فوده لابراهيم خالد. ابراهيم يبحث عن الثلاثيه لكن معاه عمرو زهران. ابراهيم خالد تخبط في الاخير في ابراهيم خالد وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. لو زمايلنا الاعزاء كده نظره سريعه على لوحه الملعب يبقى متشكر جدا لحضراتكم. دقيقتين 23 ثانية. ادي هنا الدفاعات القوية من عمرو زهران. التاك ذا بول زي ما عملها مؤمن خيري. نرجع للهجمة مرة ثانية للنادي الأهلي. هاند أوف على طول مع عيسى. عيسى عدى من نص الملعب لكن المرة دي تقطع منه الكرة تصل في الأخير إلى فودة. فودة لكن هنا في فاول وخطأ شخصي على إيهاب أمين. فاول وخطأ شخصي على البوب إيهاب أمين. عمر طارق ومؤمن خيري عوده الى الملعب مره اخرى. نشوف مكان مين. مكان كيجو. مكان عمرو زهران. سبعه وستين سته وخمسين. فوده على الفري ثرو الاول الرميه الحره الاولى. فوده ينجح في التسجيل. فوده والفري ثرو الثاني. الرمي الحرة الثانية. كوتش أوجستي ونظرة لأحداث المباراة ينجح أيضا في التسجيل. ده الفرق إلى تسع نقاط. ما زال نادي سموحة يضغط. إيهاب أمين عدى قبل الثمان ثواني. عدى إيهاب سلم لعيسى. عيسى في الأوبن شوت. عيسى على الثري بوينت. عيسى لا يسجل. على طول يسمع الدو تراعي الباسكت كده ينجح في الحصول على الأوفنسيف ريباوند ويحصل معاه على خطأ شخصي وفاول بتو شوتس ورميتين حرتين ليوسف المعداوي. دقيقة 52 ثانية متبقية على نهاية أحداث الكوارتر الثالث. فري ثرو أول ناجح من يوسف المعداوي. وفري ثرو ثاني غير ناجح. ديفنسيف ريباوند على طول من عند فوده يسلم لبودي. يا عم مقابل
يقلب الملعب على طول لصفواني. صفواني ياخد السكرين من فوده، حاول يلعب واحد على واحد، طلع كيك اوت لعزازي. عزازي من بعيد قوي، شوط على اوبن شوت لا يسجل. ديفنسيف ريباوند على طول من عند مؤمن خيري ويسلم لايهاب امين. ايهاب لسه، ايهاب معاه الكوره، ياخد سكرين عمر طارق، البيك اند رول مع عمر طارق، قطع له مين؟ قطع له مؤمن خيري، لكن مخالفه المشي بالكوره على عمر طارق. يخرج ايهاب امين، شوف نزل مين مكانه. نزل مكانه كريم حاتم اللي شارك في المباراه الاولى له هذا الموسم، كانت امام سموحه المباراه الماضيه بعد قرار الايقاف. مازن عزازي طلع كيك اوت على طول لبودي، بودي يحاول يعمل درايف ويروح، لكن بلوك ولا اروع من مؤمن خيري. مؤمن يسيطر على الكره في البيهايند باك ويسلم لعيسى، في لعيسى في اللياب على الفص، بريك ينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الاهلي، لكن الاسيست ولا اروع من مؤمن خيري. بلوك من الاول بيهايند باك ثم اسيست بالفص بريك ينجح في تسجيل نقطتين عيسى عن طريق مؤمن خيري. صفواني سلم الكره كده، لكن مجرد ما تلمس خلاص باك بيفوت. 70-58 لصالح الاهلي والاهلاويه. نهائي دوري المرتبط موسم 23-24 الذي حسم فعليا لصالح النادي الاهلي الرابع التوالي والتاسع في مسيره النادي الاهلي. وادي باص كده من عمر طارق، كان عايز يعمل اسيست ليوسف المعداوي اللي قطع، لكن في الاخير تلمس لاعب نادي سموحه وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. 33 ثانيه متبقيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. مؤمن خيري سلم على طول لكريم حاتم، كريم لعيسى، عيسى اخر الثواني شوط عيسى على الاوبن شوط، عيسى نجح فيه. هنا بقى دخلنا مع كابتن ياسر كده نشوف القرار ايه، نشوف القرار ايه مع كابتن ياسر. سيميليشن وتكنيكال فاول، سيميليشن وتكنيكال فاول على عيسى. سيميليشن او ادعاء التمثيل على عيسى. رمية 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 مش رميتين، رمية مظبوط كده، رمية عزازي يشوط الرمية الحرة أو الفري ثرو لا يسجل. جامبول يحتسبه كابتن أحمد غالب، وعيسى بيشرح لكابتن ياسر جمال إنها مش سيميليشن، لكن الكرة في حيازة نادي شوفها مرة تانية كده. مش واضحة قوي الكاميرا كانت سابقة مع الكورة، لكن خلينا في المباراة مرة تانية. آخر 25 سنة متبقية، راندي كليبر يعود إلى أرض الملعب مرة تانية. سلم على طول لصفواني، صفواني راندي، راندي 13 ثانية، راندي سلم لصفواني، لكن هنا مخالفة المشي بالكرة ووك وترافلينج على راندي كليبر. 70-58 لصالح النادي الأهلي، 11 ثانية متبقية على انتهاء أحداث كوارتر ثالث. هنشوف الهجمة دي هتنتهي ازاي. آخر 11 ثانية، عيسى طلب السكرين، عدى سلم لكريم حاتم، كريم هنا الإكسترا باص عند مؤمن، مؤمن مع البازر بيتر مؤمن، لكن لا ينجح في التسجيل وتأتي معها صفرة انتهاء أحداث كوارتر ثالث بتقدم النادي الأهلي بفرق 12 نقطة 70-58. استراحة دقيقتين ما بين أحداث الكوارتر الثالث والرابع، نروح فيها نسيب فيها حضراتكم ونرجع ليكم مره ثانيه. الاول لما الحكم سنتر ايه؟ اول Sometimes with Omar and also with Kiju, if we break the press and they are ahead, okay, just one dribble and play like post. Play the pass inside, whatever side they are, like post. The key is that we play the same defense. Okay? Pepper two, rest of the players three. And control the rebound. Put effort on the rebound. Good.
رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الكوارتر الرابع في نهائي دوري المرتبط. الاهلي الاكثر حصولا على دوري المرتبط برصيد 9 القاب والرابع على التوالي في تاريخه. لكن هنا في في هنا كابتن احمد غالب بيقول في خطا في الساعه، خطا في الساعه. لكن خلينا مع تشكيل نادي الاهلي: كريم حاتم، مؤمن خيري، الجندي يعود الى ارض الملعب، عمر طارق ومروان سرحان. اما نادي هنا يبدا من اول وجديد. هنا نادي سموحه، عزازي، ابراهيم خالد، راندي كليبر، وفودا، واخيرا يونس. الكوتش اوجوستي نبدا الهجمه من اول وجديد. عمرو الجندي، بصات سريعه في الزون ديفنس على نادي سموحه. كريم حاتم للجندي، الجندي بالسكرين مع مروان سرحان في الدرايف 1 ان 1، راح وعلق الياليوب مع عمر طارق، لكن عمر طارق ما ينجحش في الحصول عليها ولا التسجيل. راندي كليبر يبدا الهجمه، قطع له فوده، لكن يسلم لابراهيم خالد، يقلب الملعب على طول عند يونس لعزازي، مازن عزازي مان تو مان النادي الاهلي، يسلم لابراهيم خالد. ابراهيم يعدي بالسكرين، ابراهيم في الدرايف واحد على واحد، يروح ويوصل بالهوك لكن لا يسجل، على طول يلم عمر طارق ويسلم لكريم حاتم. كريم لسه، كريم مع الكوره لمروان سرحان، مؤمن خيري مره ثانيه، كريم حاتم، بصات سريعه للنادي الاهلي، السكيب باس على طول لمؤمن خيري في البيز لاين اللي بيخترق على طول وبيطلع كيك اوت لعمرو الجندي. عمرو الجندي اون 3 على الاوبن شوت، لا يسجل، حاول معها كده مروان سرحان لكن تصل بالاخير الى راندي كليبر. راندي لعزازي مره ثانيه، ابراهيم خالد في الدرايف 1 ان 1، يعمل بيك اند رول ويروح وينجح في التسجيل، نقطتين اولى نقاط احداث الكوارت الرابع. احمد ابراهيم فوده ده الفارق الى 10 نقاط 70-60. كريم حاتم في بدايه الهجمه للجندي، الجندي مروان سرحان لكريم حاتم مره ثانيه تحت الباسكت، يسلم على طول، تصل الى مؤمن خيري في الاخير الى عمر طارق في الوان ان وان. عمر طارق بصل لقاطع كده، لكن هنا في 3 سكند ايفالويشن او مخالفه الثلاث ثواني على عمر طارق، والاوتسايد لصالح نادي سموحه. راندي كليبر في بدايه الهجمه لسموحه، راندي يسلم لفوده بالهاند اوف على طول مع راندي كليبر في السيت بلاي. راندي لسه، راندي عدى بالكروس اوفر لكن هنا وقف وشاط على الميديم شوت، نجح في تسجيل نقطتين كمان. يمكن نسبته في الميديم شوت لغايه دلوقتي اعتقد انها تجاوز، يعني مش عايز اقول 100% بس هي 100% فعلا لغايه دلوقتي، مفيش ميديم شوت شاطها الا لما سجلها. كريم حاتم بالفلوتر شوت يروح ويوصل لكن حظه وحش، ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول راندي كليبر. راندي مع كريم حاتم، لكن هنا كريم حاتم يرتكب معاه فاول وخطا شخصي لصالح راندي كليبر لاعب نادي سموحه. اوتسايد لسموحه، ابراهيم خالد سلم لراندي، راندي ياخد سكرين من فوده، لسه راندي لفوده، فوده يهوش، حاول يعدي ويوصل ويروح، لكن هنا في فاول وكان كاونت واند وان لفوده، يضيق بيهم الفارق الى 6 نقاط، والخطا الشخصي على عمر طارق. فاول خطا شخصي على عمر طارق، 6 نقاط يضيق الفارق بعد ما كانت 12 نقطه، 6 نقاط نجح في تسجيلهم نادي سموحه في بدايه احداث الكوارتر الرابع. فوده على الفري ثرو او الاند وان ينجح في التسجيل، ده الفرق الى 5 نقاط مره ثانيه. كمل مع مروان سرحان، هاند اوف على طول مع عمرو الجندي، الجندي في الدرايف واحد على واحد، يطلع كيك اوت لكريم حاتم، كريم حاول يخترق
يطلع للجندي، الجندي في الاوبن شوت الجندي لا يسجل ديفنسيف ريباوند على طول من فودا ويسلم لراندي كليبر. راندي لسه راندي يقف البصه هنا ترن اوفر وباد باص من راندي والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. كيجو بدلا من عمر طارق البيج او يخرج، كيجو ينزل تغيير كده يجري كوتش اوجستي. مؤمن خيري في قادة الهجمة لكيجو او مروان سرحان بالهندوف، مروان سرحان لمؤمن خيري، مؤمن على الاوبن شوت 3 بوينت ينجح في تسجيل 3 نقاط. مؤمن خيري وسع الفرق مرة ثانية الى 8 نقاط. ثاني الثلاثي يقف على الميديم شوت يشوت لا يسجل، كيجو على طول بوكس اوت او مروان سرحان بوكس اوت وينجح في الحصول على الديفنسيف ريباوند ويسلم للجندي يبدا الهجمه. الجندي 6 دقائق 40 ثانية متوقعه على نهايه احداث الكوارت الرابع والمباراه. الهاند اوف على طول مع مؤمن خيري، مؤمن خيري شوت ونجح في الحصول على فاول وخطا شخصي على مازن عزازي، 3 رميات لصالح مؤمن خيري. يخرج عزازي وينزل رؤوف صفواني. مؤمن خيري وثلاث رميات حره. فري ثرو اول لمؤمن. محمد طارق خيري اخوه في مرتبط كان مادي المباراه الاولى والثانيه امام سموحه ولا اروع. فري ثرو اول ناجح لمؤمن خيري. 74-65 تسعة فرق ثاني الى 9 نقاط. فري ثرو ثاني ينجح في التسجيل. فري ثرو ثالث لمؤمن خيري ينجح ايضا في التسجيل. كده كانه سجل 3 نقاط. يضغط النادي الاهلي، كريم حاتم يضغط على راندي كليبر. راندي وادي خطا شخصي ثاني على راندي، او عفوا خطا شخصي على كريم حاتم. فاول على كريم حاتم والاوتسايد لسموحه. راندي كليبر يستلم يعدي بالكروس اوفر، يروح راندي ويسلم ليونس، يونس طلع كيك اوت لفوده، فوده لصفواني بالهاند اوف مع راندي، راندي على الاوبن شوت، راندي لا يسجل يلم على طول مروان سرحان ويطلع على طول للجندي، الجندي في بدايه الهجمه يقلب الملعب على طول لمؤمن، مؤمن للجندي مره ثانيه في الكيك اوت. جندي في الدرايف 1 اون 1 لا طريق مقفول، سلم لمروان، مروان بدوره يسلم لمؤمن خيري، خيري لسه خيري اخر 6 ثواني في زمن الهجمه. مؤمن خيري، مؤمن على الاوبن شوت، مؤمن من بعيد، مؤمن خيري من وسط البلد ينجح في تسجيل 3 نقاط. ثالث ثلاثيات لمؤمن خيري. وراندي كليبر يحاول ياتي بالرد سريعا كده لكن ينجح في الحصول على فاول من على بعد تقريبا 2 متر من الثري بوينت نفسها. مؤمن خيري، ولو جبنا الاعاده مره ثانيه هنبص على مؤمن خيري وهو بيبص لكوتش اوجستي بيقول له انا موجود هنا. السيد خالد مرتجي عضو امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي والدكتور مجدي ابو فريخه رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله يحضرون المباراه ويشاهدونها من المقصوره الرئيسيه. كان قبليهم طبعا عضو مجلس اداره الدكتور محمد شوقي متواجد في المقصورة الرئيسية. وفري ثرو أول ناجح لراندي كليبر، وفري ثرو تاني أيضا ناجح لراندي كليبر. 79-65 لصالح الأهلي والأهلاوية، أو 67 عفوا. 5 دقائق 48 ثانية متوقعة على نهاية أحداث الكوارت الرابع والمباراة. كريم حاتم، كريم يسلم لمروان سرحان، عدى قبل 8 ثواني. مروان يقلب الملعب على طول لمؤمن خيري تحت الباسكت لكيجو، كيجو في الأوبن في الباور لياب لكن ودفاع قوي من عبد الرحمن سمير بودي يقطع الكوره كده وبتطلع اوتسايد لصالح نادي سموحه. دكتور مجدي والكابتن خالد مرتجي. اوتسايد اهلاوي استلم على طول عمرو الجندي. الجندي سكرين على طول مع مروان سرحان تحت الباسكت كده يسلم
لكيجو لكن تتقطع وتروح لصفواني. صفواني هي لابراهيم خالد لبودي، بودي في الدرايف لسه بودي ميديم شوت بودي، لكن اير بول يلم على طول مروان سرحان قبل ما تطلع، لا طلعت واوتسايد لصالح نادي سموحه. 25 ثانيه متبقيه على نهايه احداث الكوارت الرابع والمباراه. كابتن ابراهيم الجمال مدرب ال 20 سنه وايضا مستر داني مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي متواجدين وحرصوا على الحضور لمشاهده النهائي. براند كليبر هيطلع الاول يسلم لابراهيم خالد سكرين وعدى ابراهيم خالد وصل بشماله لكن لا يسجل، ديفنسيف ريباوند على طول من مصطفى كيجو. كيجو يسلم لكريم حاتم في بدايه الهجمه، حاتم كريم حاتم لسه حاتم في الون ان وان كريم، لكن هنا راندي كليبر يعترض بفاول وخطا شخصي لصالح كريم حاتم. اوتسايد اهلي تو شوتس تو شوتس، لا اوتسايد من البيز لاين، اوتسايد من تحت، اوتسايد من تحت. كابتن عادل غنام وطبعا دكتور هشام العمري، ربنا يعني نتمنى الشفاء العاجل للسيد العمري فاروق العمري نائب رئيس الاتحاد المصري نائب رئيس النادي الاهلي عفوا، نتمنى له كافه يعني كل الامنيات الطيبه بالشفاء العاجل ان شاء الله، تعرض لازمه صحيه ان شاء الله يقوم بالسلامه. عمرو الجندي في البنتريشن بالفلوتر شوت يروح لكن لا يسجل، يحاول معاه مره ثانيه، اتصل في الاخير الى يونس، يونس طلع العزازي اللي لسه نازل، عزازي اللي نزل مكان راندي كليبر، عزازي لسه عزازي يسلم ليونس على طول لابراهيم خالد، عزازي مره ثانيه باصات سريعه تصل في الاخير لعزازي بالفلوتر شوت لا يسجل، على طول ديفنسيف ريباوند على طول من عمرو الجندي لكريم حاتم. مؤمن خيري، مؤمن على الاوبن شوت 3 بوينت ولا اروع، مؤمن خيري رابع الثلاثيات لمؤمن خيري في احداث هذه المباراه. مؤمن خيري في الفاست بريك على الاوبن شوت اون 3 ينجح في التسجيل. ثلاث نقاط جديده لصالح النادي الاهلي. 82-67 راندي كليبر يعود مره ثانيه لارض الملعب. اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله متواجدين لمشاهده المباراه. عمرو الجندي ياخد السكرين وسكرين ثاني يسلم على طول بالهاند اوف مع مؤمن خيري، مؤمن يباص كده لكيجو لكن في الاخير يعمل ستيل عبد الرحمن سمير يروح في الاول زاويه يكمل على طول لصفواني لكن بيعترض مؤمن خيري بفاول وخطا شخصي وتو شوتس لصالح يوسف ولاء رقم ثلاثه. اعتقد في اصابه كده بسيطه ان شاء الله باذن الله لمروان سرحان. يوسف ولاء هنا في الاول زاويه راح حاول معاه الجندي يعمل الستيل لكن عبد الرحمن سمير ياخد الكرة كده او رؤوف صفواني عفوا ياخد الكرة ويحصل على فاول وخطا شخصي من مؤمن خير. نزل عمرو زهران بدلا من مروان سرحان ورؤوف صفواني على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. 68-82 14 نقطة هو الفارق لصالح الاهلي والاهلاوية. فري ثرو تاني ينجح ايضا في التسجيل رؤوف صفواني. ده الفرق الى 13 نقطة. عمرو زهران عمرو سلم بصات سريعة كده تنتهي عند كيجو في البيز لاين، كيجو عايز يلعب واحد على واحد مع يونس، كيجو بالهوك يروح ينجح يسجل نقطتين، ينجح في تسجيل نقطتين كمان لمصطفى كيجو. 84-69 راندي كليبر يقلب الملعب على طول ليونس، يونس لابراهيم خالد، ابراهيم خالد في الدرايف 1 ان 1 راح سلم ليونس لكن يونس طلع دفاعات قوية من الاهلي والاهلاوية. رؤوف صفواني، صفواني في الدرايف واحد على واحد يروح ويصل وينجح في تسجيل نقطتين. يبدا الهجمه على طول مؤمن خيري يسلم بدوره لعمرو زهران لخيري مره ثانيه. خيري للجندي لخيري بالهاند اوف سكرين مع كيجو. سلم على طول بيكندرول روعه الروعه لكن كيجو يرفض الهديه وتروح على طول راندي كليبر، راندي كليبر ويسلم ليونس، يونس يروح على الباسكت وينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي سموحه. ده الفارق الى 13 نقطة 11 نقطة 84-73 يقلب الملعب على طول مؤمن، مؤمن على الاوبن شوت ينجح في تسجيل الثلاثية الخامسة. مؤمن مؤمن طارق خيري خمس ثلاثيات ما شاء الله في احداث هذه المباراة. مؤمن خيري
ينجح في اضافه ثلاث نقاط مره خمسه لصالح النادي الاهلي. كره هنا اوتسايد لصالح النادي الاهلي. دقيقتين 39 ثانيه متبقيه على نهايه احداث الكوارتر الرابع والمباراه. اوتسايد اهلاوي. لا تذهبوا بعيدا ان شاء الله. هننقل لحضراتكم مراسم التتويج دوري المرتبط، تتويج النادي الاهلي الدوري المرتبط الرابع والتاسع في تاريخه، الرابع التوالي والتاسع في تاريخه. في كاوت على طول لزهران، زهران اخر ثانيتين لكن ينجح في الحصول على فاول وخطا شخصي على رقم ثلاثه يوسف ولاء. كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي وكابتن مودي الجرحي المدير الاداري ونائب مدير القطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وحوار جانبي كده، واللواء علاء طبعا مدير الامن بالنادي الاهلي. جدد زمن الهجمه الى 14 ثانيه. عمرو زهران، زهران لسه الكره مع زهران، حاول يعدي كده لسه 10 ثواني متبقيه. عمرو زهران بيك اند رول كده لكن في الاخير يوسف ولاء يعمل ستيل يطلع على طول لابراهيم خالد، يقلب الملعب ليونس، يونس يروح على الباسكت ينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي سموحه. 12 نقطه هو الفارق، 87 75 لصالح النادي الاهلي. عدى كريم حاتم، لسه كريم حاتم تلك الكره مع راندي كليبر، يسلم على طول للجندي، الجندي طلب السكرين، راح له كيجو بالسكرين في البيك اند رول ولا هيكمل الجندي، علق الجندي حلوه قوي لكيجو، كيجو ينجح في تسجيل نقطتين ومعاهم اند وان لمصطفى كيجو بعد اسيست روعه ولعبه تو مانز كده او الالعاب الفرديه ما بين العاب الستار كده، حاول اوضحها لكم بالعربي. وادي هنا الباسكت كاونت والاند وان لصالح نادي. دول اجيالنا، دول اجيال النادي الاهلي المرتبط تحت 18 سنه. وادي الاند وان لصالح مصطفى كيجو. اخر دقيقه 51 ثانيه اعزائي المشاهدين متبقيه على انتهاء احداث الكورت الرابع والمباراه، والاند وان ينجح في تسجيلها مصطفى كيجو. ابراهيم خالد الكيك اوت عند يونس، يونس في الاوبن شوت لا يسجل، على طول يزق الكره كده وتروح لكيجو، كيجو باللونج باص لكن بعيده 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 بعيده، اوتسايد لصالح نادي. دول لعيبه نادي الاهلي تحت 18 سنه، انس طلبه، عمر موفق، عمر حات، كريم حاتم او عمر حاتم عفوا، كريم حاتم، كريم حاتم. ودول تفريق 18 سنه اللي فازوا بموسم بلا هزيمه من اوله لاخره في دوري المرتبط من بدايه دوري المجموعات الى المباراه النهائيه. براند كليبر، سلامات لمروان سرحان، سلم على طول عبد الرحمن سمير. راندي كليبر، راندي على الميديم شوت ينجح في التسجيل، لم ابالغ اذا قلت لكم ان الراجل ده في الميديم شوت من يعني سجل كل المحاولات او كل الترايات كده على الميديم شوت. مؤمن خيري السكيب باس على طول لكريم حاتم، يقلب على طول الملعب في الميدل ليه؟ عمرو الجندي بالسكرين، عمرو الجندي لسه الكره مع عمرو الجندي، يخلص من الترابات ويقلب الملعب لكريم حاتم، كريم يقف على اوبن شوت لكن لا يسجل، ديفنسيف ريباوند على طول من فوده، فوده يقلب الملعب لراندي كليبر، راندي، راندي في الدرايف 1 ان 1 بالميديم شوت ونجح في التسجيل نقطتين كمان، ده الفارق الى 90 الاهلي 79 سموحه. خيري لكن هنا باك بيف باك زون، باك زون، باك زون و اوتسايد لصالح نادي سمو. اوتسايد لسموحه، هيطلع ابراهيم خالد، سلم على طول لكن هنا في فاول وخطا شخصي على عمرو زهران. هو عمر حاتم ابو الفتوح، مش كريم حاتم، هو عمر حاتم ابو الفتوح. واقول لحضراتكم دلوقتي على قائمه الشرف لفريق تحت 18 سنه، لكن خلينا دلوقتي مع الفري ثرو الاول لاحمد فوده اللي بينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني متبقي اقل من دقيقه، 51 سنه متبقيه، والفري ثرو الثاني لفوده ينجح ايضا في التسجيل. ده الفارق الى 90 الاهلي 81 نادي سموحه، 9 نقاط هو الفارق. كريم حاتم يعدي لكن ينجح في الحصول على فاول وخطا شخصي من عبد الرحمن بودي رقم 2. قائمه الشرف لنادي الاهلي انس عبد المطلب، محمد طارق خيري، عمر موفق، علي محمد حامد، محمد
عمار، عمرو أنيس، عمر حاتم، ياسين عبدو، أحمد فادي هاني، وادي فري ثرو أول لكريم حاتم، عمر عصام عبد الحميد، أحمد إبراهيم محمد، ويوسف عبد أحمد عبد الهادي، وأيضا حسن محمود حنفي. وادي الفري ثرو الثاني لا يسجل كريم حاتم في الأوفنسيف ريباوند. خلاص ارتضى الفريقان بنتيجة أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. كل السلامات والأمنيات الطيبة للسيد العمري فاروق العمري، نتمنى له إن شاء الله كل الأمنيات الطيبة. طبعا واضح على أخوه الدكتور هشام، طبعا سلامات، ويعني نتمنى السلامة طبعا، وإن شاء الله يقوم ويعود مرة تانية لأهله وجماهير النادي الأهلي مرة تانية السيد العمري فاروق العمري. أعزائي المشاهدين، ألف مبروك للنادي الأهلي حصوله على دور المرتبط للعام الرابع على التوالي بقيادة السنيور الأسباني الكوتش أوغوستي جولبي بوش، والتاسع في تاريخ النادي الأهلي كالأكثر تتويجا لبطولة الدوري المرتبط. حظ أوفر لسموحة الوافد الجديد على لأول مرة في النهائي لهذا الموسم. إن شاء الله هنفضل معاكم، إن شاء الله هنروح سريعا بس للاستوديو التحليلي، وما تنسهبوش ما تروحوش في أي حتة، هنستمتع بمراسم التتويج والجوائز الفردية. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع، هنذهب سريعا ونطير سريعا إلى الاستوديو التحليلي بقيادة الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام كابتن محمد طاهر رجب والكابتن سلعوة. كابتن هيثم إليك الميكروفون، وألف مليون مبروك.